السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع مدير المطار. يا مدير، طبعا إدارة المطار، ها شكل المطار الحين. الحلقة الماضية كان عندي مشكلة اللي هي ما يشلون الشنط لأنهم كانوا هني. الجماعة كان عندي نفس المبنى مال اللقج ومال الحقائب، هذا اللي هو الكارغو بي على قولتهم، كان في هذا المكان وما كانوا يشلون الشنط ولا يوصلون الشنط للطيارات. فاللي سويته لغيت القسم اللي هني وحطيته هني ووصلت التوصيلات تحت الارض. خلني اراويكم استويت التوصيله. سوري. استويت التوصيله بدل ما كانت من هناك اخر الدنيا اللي شافها من التشيك ان. استوى التشيك ان يطرشها على الكارغو على طول، ومن الكارغو لوين؟ الى البلت، ما على طول للحزام هذا. ما ادري اذا كل حد محصل شنطه ولا ما محصل، بس وشبكنا هذا اللي هو الدومستيك باكج اللي هو منطقه الحقائب طرشناها لوين؟ طرشناها لهني، والطيارات بعد كلها شبكناها هني اساسا يشلون من عندها. المشكله اللي واجهتها فعليا هي الطياره الاخيره مش دائما يشلون شنطها، ما اعرف ما يلحقون يشلون كل الشنط اذا في زحمه. اتصور شوفوا الحين هذا بيجيب الشنط، الطياره وصلت الشنط بتروح دايركت لهني والناس بتشيل شنطها. لان الخطه زينه، يعني خطه زينه. في شيء ثاني هني ما عندي حد لازم اشيل هذا. لحظه النبل بلت ايتمز باجج بلت اندر جراوند بلت، خلنا نشله. ما يطيح شله، بسويها قبل، مو مشكله. والشيء الثاني اللي سويته، انا وسعت المطار، خليت هالمكان، سويت كونتراكت مع شركه على اساس يجون، ولحين ما خلصت الكونتراكت مالي صراحه. تويتر ريفينيو 400 الف شيء، لازم اسوي سيلز وايد، وما اظني عندي زحمه في المطار كفايه. وحطيت هني مطاعم، واظني غلط يوم حطيت مطاعم لان ما في عندي زحمه. فكرة انا كنت المفروض اني مسجل الحلقة ومسوي حلقة الصراحة، واكتشفت اني مش داق على التسجيل ابدا، فسامحوني على الغلطة هاي الصراحة، غلطة ادري لا تغتفر. بس مرة ثانية كنا بسوي الحلقة، برجع نسوي كونتراكت ايرلاينز نبا مابل عندها كم طيارة، 7 طيارات، وعقب هذا بسوي الطيارة المتوسطة الحين. بس الحين بسوي لكم مطعم لانه ما سويته، لو انه يمكن يدخل في خسائر بس مو مشكلة. بنسوي اساس انكم تشوفون اليوم شو السبت، يوم الاثنين تشوفوا عندي طيارات، عندي 7 من هني، بحاول اخلي بينهم مسافة اساس انا اشوف عندي مشكلة في الحقائب، خاصة في المطار الاخير هذا، ولا يمكن اسويهم كلهم اوكي عادي بفرق 10 دقائق الرحلة، الا المطار الاخير يمكن اخلي فرق شوي اكثر لان يطولن عندي. انا طبعا ياس حطي يعني تقريبا، شوفوا اخر طيارة خلت تاخذ راحتها، خليه يكون مكان فاضي شوي. لحد يوم الاثنين بنحطي ستربل هذا هو، عرفتوا؟ 5:05، 5:15، 10 دقائق بشوية، اوكي 5:35، 20 دقيقة بخلي بينهم. 5:55، لا هذا كم؟ 35 و55، اوكي. وبطول هذا شوي، شوفوا اساس عندي مشكله في الشنط، الطريق ما بتيني وايد مشاكل شنط. كونفيرم. هذا الساعه 10:15، الساعه 11 اللي عقبه ما عندنا زحمه ومشكله. الحين الخطه بحط المطار المتوسط، لازم نكبر المطار. بس اتصور بنحتاج خدمات، مش خدمات اللي هو سوري فتحت المكان الغلط. بنحتاج يا اعزائي نسوي بترول، البترول يكون كونتراكس بروكروتمنت. خلنا نشوف هني في بولا ريسيرش، هذا ان لوكت، هذا ان بروجرس. بس يخلص هذا بنحطي الطياره حق الطياره المتوسطه، لان الطياره الوسط براويكم في الايت، مش في الايتمز، كان في الانفراستراكشر شو نوع البترول اللي يحتاجه. مش كاتبين نوع البترول اللي يحتاجه؟
اوكي، هو محتاج بس مساحة اكبر. بيحتاج اظني 4 لينات، هو مش 3. يعني احنا مسوين كل الشوارع هني 3 لينات، بس خلينا مجال توسع. لحظة، هذا منو سمح له يكون بالطريقة هاي؟ حشيش. انفاستراكشر سمول رن واي، ويكسر صديقنا تاكسي، تاكسي واي مود هي، لا مش نود. وين تاكسي واي؟ شو ها رن واي؟ ها تاكسي واي فونديشن، سوري يا جماعة. لحظة، ليش ما اقدر اسوي؟ ايوه هذا الحين اوكي، مسوي كونكريت. خلنا نسوي له، هذا يعتبر ابجريد حقه. قلنا عن الطيارات، العمال انا سرحت بعضهم في البادجت بروكروتمنت كونتراكت سوري. كان عندي شركة الكونتراكت مالي، وين صارت شركة الكونتراكت يا جماعة؟ مش ايرلاين كونتراكترز، زين اللي هو الاكسبتد. انا عندي اتش دبليو واي، عندي 52 عامل. رحت للكونستراكشن خليت عندي 20 عامل، لان خلاص ما بحتاج كل هالعمالة. خلاص بنينا الشغلات الكبيرة، اذا بنبني شيء كبير في كل وساطة اروح وارجع العمال عندي، ترى بيون ماشي بيعقهم في باص هني. هاي الحين ما غيرت مكانهم، شوف العالم هنا واقفة، هاي اللي تشوفوا واقفين برا. عندي 20 واحد وزايدين الصراحة، يعني مو بشوية، ال20 واحد مسوين شغل. فالحين خلنا نسرع شوي اللعبة، خلنا نشوف المطار كيف يمشي. الجماعة نزلوا، يو هذا شل شنطهم. على فكرة أنا أحس إن عندي مشكلة في الشنطة هذي لهم. أوكي يو، واحد يسوي انسبكشن للطيارة، وبيجون يعبون بترول المفروض. شوفوا الحين بيعبي شنط، دام إنهم ما ينزلون مع بعض يلحقون ترى، بس المشكلة من ينزلون مع بعض. بس انا عندي مشكلة في الفيول، ليش ما قاعد يعبي فيول عندي؟ المفروض انه ما يكون عندي اي مشكلة في الفيول. استيس جو تو جيت صديقي، هذا عبيته بتروله؟ لا هذا هي عبي انت الحين اللي كان عندي مشكلة فيه انسبكشن. لحظة خلنا نوقف اللعبة شوي، خلني هي بوقفها بتشوف شو موضوع البترول. ليش الشاحنة عندي مش طايعة تشيل البترول؟ نشوف بروكروتمنت، نرجع نرفع الصفحة لفوق. اول شي فيول تراك، اوكي فرج فيول تراك ري اسيست يور ايربورت وذ ال ال فيولينج ريبورت فيجاس ان بي سلو ان افكتيف It makes up this with charming humming noise sure smooth your employees. زين الحين هذا ما عباه كامل الصراحة، ما عبى البترول كله. انا الحين بحتاج من هاي عربة واحدة. زين غلطان انا طلبت الصراحة، لازم ابني المطار اول، بسوي امتداد هني. خلنا نبني هاي، نهدم هذا كله. اوكي بنهدم هذا كله، بمد المطار لين هني، وبحط مطار عود هني، وبكبر الرنوي ماله على اساس احنا بعد عندي مجال حق حبة. محتاج 4، بس انا مشكلتي مش هني، مشكلة ليش ما عبى الطيارة كامل بترول. خلنا نشوف بيرد يعبيها ولا شو يسوي. ما في حالة ممتازة ال شو اسمه الشاحنات. عندي كم فيول ترك؟ 1 2 3 4، عندي 4 ولا عندي 4، وعندي سيرفس ترك 1 2 3. شوف السيرفس ترك، هذه مصيبة إذا ما عندنا ال سيرفس ترك. صراحة مصيبة، بطلب وحدة، نبي وحدة رابعة لأنه بيستوي عندنا طيارة عودة. انزين هاي شو قاعد يتريا بترول؟
عندنا البترول اوكي تري شوي عليه. ريفيو كونتراكت سبلاي دليفري 2000 لتر سبير دليفري فيول ويل بي اوتوماتيك دليفري تو فيول ديبوت هاز 10% اوف ليس فيول ريمينينج سبيت ابون دليفري كونتراكت نوت كومبليتد يير 1. لحظة اذا انا هذا عندي مويه سعب بترول هذا تقول لي طلع من غير بترول طلع من غير بترول زين شو اللي باقي عليه مو مخلص سوينا انسبكشن عبينا بترول عبى الشنط الحين عندنا هاي المشكلة هاي اوكي بنسوي 3 موظفين زيادة اللي هم مال المطارب نجيب موظفين امبلويز انه خلاص روح انت استاف نحن نبقى جانيترز لا سوري رامب ايجنتس بتشوف هل هذا يبقى 3 صح 11 11 هذا 10 زين 2 3 انزين بفترض انا افتراضية ان هذا العدد محتاج رامب ايجنتس اوكي هو لو الحلو في كان بيكون لو انا ادق كليك وانا اعرف الرموز هاي صراحة مش فاهم منها 100% خلنا نشوف هني construction browse manuals construction aircraft and airlines خلنا نشوف هني شو معناها نايل commercial flights supplying fuel انزين طيب fuel كيف يعبون بترول هني انزين ليون هني يعبون بترول اوكي ما في مشاكل عندي ما انا بنعرف هاي النبا نشوف شو المشكلة شوفوا الحين هاي موضوع ثاني لان انا ابغى اشيك شو المشكلة بالضبط ما عندنا شي ثاني اذا حد فيكم يعرف المشكلة يخبرني اللي هي هاي البترول لان وضعها صعب خلنا بري فونديشن خلنا بني انفستراكشر فونديشن بنسوي في 20 بنفرض انه بنحتاج هنا منطقة انتظار شي حمامات قريبة افكر اسكر هذا اسوي منطقة حمامات اغير هذا لان عندي حمام بعيد عنهم الصراحة سويت حمام هنا على فكرة وانتو بكرامة بس عندي مشكلة ثانية انا مع الطيارات شوفوا فيول اوكي طالعة رايحة دبي من مطاري انا ابو ظبي كاتب لين رايح دبي نو روح الصراحة انا لازم احاول احصل المشكلة لها فانا بعرف شو مشكلة الطيارة بس لان مشكلة الطيارة هاي مصيبة فبنشوف شو نسوي انا بخبركم لحظة يمكن في الفيول اوبشن يعني عندنا مثلا بنطلب بترول بس ما احتاج بترول انا الحين ويت اوبريشنز هذا شو يسوي لايتس اون ترمز كلايف اوف اولويز اكسبت جنرال افييشن ما عندي مطار زايد حاليا لا جوب تاسكس سكيورتي 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 تشيك بوينت هاي السكيورتي كلهم باي ستاف تشيكن ديسك خلينا نشوف الرامب خلينا الحين قمنا نشوف وظايف يعني اير كرافت مينتننس ما عندي حد بوردينج ديسك بس هاي راح تكون مصيبة حقنا الصراحة
اذا ما استوت بالطريقه هاي بنو ولا بعدها يسيبنون. اوكي هاي راح تكون مصيبه. انا محتاج اجيب طياره متوسطه الحين، اذا هاي ما يعبون راح تكون مصيبه الصراحه. خلي الجيمنج وات ايفر. جالس نحاول نحصل حل للمشكلة بس مش محصل. يعني خلت الطيارة اللي بعدها نشوف اليوم شو طيارات. الحين ليلة، الحين ما في طيارات. هاي يا جماعة ال I don't know الصراحة. The boat is not waiting and coming supplies. اوكي ما نبغى incoming supplies. الحين عندنا نحن هني ما مشكلة، مرة ما اغير مكان اي مبنى، ما اقدر اغير اي مبنى. هاي مشكلة ثانية. خل يخلصون المبنى هذا بنتفاهم مع الوضع. المبنى راح يكون حق الميديوم ايربورت. ابى اسوي زحمة شوي لان قاعد احطي انا خدمات، وفي بيكون في مشاكل طبعا لان هذا اول مطار نسويه وانا قاعد اتعلم اللعبة وياكم، وطلعت لي كذا مشكلة يمكن انتو شفتوها خلال اللعبة. بس الحين لازم نبدأ نسوي ولا نحسب حسابنا حق هالسوالف. لحظة خلينا نحط كونكريت. زين هذا كونكريت وبالرن واي تاكسي واي فونديشن لا كونكريت هو اكو كان كونكريت اتصور. شوف في اماكن مشكل مكان يوصلوا للعالم. عندي مشاكل ثانية شوية صغيرة. هاي طيارة هبطت، هاي في اي مطار انا مش متأكد الصراحة. زين هاي المطار خلينا نشوف الخدمات اللي جايت لنا. من لعبي عبا 50. انا اظن يعبون اللي يكفي الطيارة بس اتصور. هيا اتصور لك. انا ما بعتبر هاي مشكلة. شو بسوي؟ حاسب حسابي غلط انا. خلاص اوكي لازم اغير مكان الخطة. بسوي هنا الطيارات هاي بالعرضية هني، ما عندي مشاكل. يعني مثلا هالطيارة وين توقف؟ هني ميديوم ايربورت حطيناه، وبلغي هالشارع هذا. اوكي بنلغي جدران شوي في الوسط، واباهم يطلعون من نفس المكان هني. خليهم يطلعون هني يروحون البوردنج هني، بس يمكن اكبر مساحة الشنط شوي هني واسوي لهم الله يعزكم حمام هني. هاي استوي حمام، نكبر الفونديشن هني شوي بخبركم كيف. الطيارة الاكبر لابد منها، الاكبر لابد منها. ابني هذا لين يهدمون الجماعة هني. نسوي بهالطول هذا، يمكن نحط مطار ثاني جنب عقب، يمكن استوي كله مساحة داخلية. انزل المطار من هنا جاهز. نسوي اول شي
نباء. زين كلهم في سيرفس رود قدامهم مو مشكلة، بس انت بخليك طلع من هني، تسوي له ستوب ان وقفه من ورا. اوكي يعني اول شي نسوي نحط بوردنج ديسك. هاي وين البوردنج يا جماعة؟ هذا البوردنج ديسك، بيكون في كراسي، بيكون في كل شيء. اوه انا نسيت الزوننج يا حبيبي، لحظة. ستراكشر وول، انا الحين ما بحد يدخل هني. اريا سكيور، اريا هذا سكيور كلها. انا المفروض اول شيء ابني الاساس الصراحه، غلطان لكن الامور تمشي مالي، بنمشيها الحين الامور مالكم. هني بخلي مسكر شوي حاليا سبت الباب هذا، بشوف كيف اصرف الباب. كان اسوي مساحات ثانيه بس ابى الناس الحين تدخل، بسوي لهم هني بشيل الجدار هذا وبنشوف شو يستوي. بس خلنا نشوف الرحلات، عندي رحلات ولا ما عندي؟ يوم الاثنين عندي رحلات. للحين احس الامور ماشيه يعني، مدبرين اعمارهم ما في مشاكل عادي. رننج ليت، ها بيروح بروح. اوكي خلصوا، بس بيكون الطياره شوي بعيد عليهم الصراحه، انا احس انها بتكون بعيده. خلنا بنيها نحط لها زين. ليش ما يشلون الليدار هذا؟ سؤال، ممكن تشلون الليدار؟ قاهرني. نشوف الرنوي مالنا شو وضعه، خلنا نصلحه، خلنا نصلح الباركنات. هاي شغلانة تصليح الباركنات، بشوف اللي حد يصلحه عقب اذا في نظام تصليح. بس الحين شفنا نحن الشنط والهذا والدنيا، الحين نبقى هذا. وما بكو في فرجنا انفاستراكشر. اتم اضيع في المينيو، اتم اضيع في المينيو. شو فيول ديبوت؟ too far from fuel depot. انزين فيول ديبوت هذا المفروض شو يعطينا؟ اي اي. شو وضع الجماعة هني؟ اوكي حط اريا، انا حطيت الاريا هني. اوكي مو مشكلة، بخليهم يشيلون الباقي بعدين. بنسوي ايتمز بوردنج. وينك البوردنج يا صديقي؟ البوردنج حطي جنب الطيارة مرة. بوردنج بنحط باب، باب في الانفا في الاستراكشر، لارج دور جنبه مرة، يدار. اباهم يبنون هذا اصلا قبل لا اشله، بس شكله ما اظن بيهدمون. هدموه قبل، نذالة يخونوا فيا الجماعة. اوكي الحمد لله. هذا بخلي الحين فاونديشن، صبر بيصير مطار ضخم شوية، لكن هل يستاهل التعب؟ انا اشوفه يستاهل الصراحة. كبر بعد حبة، اربعة نفس اللي فوق. اوكي بس شو اللي ما اباه انا؟ ان هني انا جبت العيد. اوكي شلينا جدران اللي في الوسط، ما يبون جدران. سكيورد اريا المكان. كله سكيورد، خله اي شيء ورا المطار خله سكيورد. انزين نوصل هذا كونكت تو ستاند. اوكي هذا كونكت تو ستاند. كلهم لازم يطلع بشنات الحين. يبا
تاكسي رانوي فونديشن 1 2 3 4 هني 3 4 هني. هذا مكان ثاني حقه. ست بوش باك بوينت. ست بوش باك يا صديقي ست ما يستوي، لازم اوصل النودز اول. خلاص خلينا نوصل النودز اللي هم مال هذا تمشي اموره. ما عليكم قول شلوا هذا، ما عليكم. مع ان المفروض ما اسوي الطريقة هاي، المفروض اترياهم يبنون هذا وبعدين اسوي لهم. ما عندي وايد عمال، ممكن اتصل اجيب عمال بس تقريبا خلصت يعني. مش ان احس هاي القضية. بالاضافة انهم كلهم بيطلعوا من نفس المكان. ها مكان بس موظفين، اذا تسألوا عمركم اوكي بيطلعوا من هنا، ما بيطلعون اماكن موظفين. بس يمكن اكبر اماكن الشنط واضم هالمكان واخلي الادارة هني وانزل الباب شوية. يعني يباله شوي ترتيب الصراحة، يباله شويتين ترتيب. مش بالبساطة هاي. سكيور اريا كله سكيور، لازم مطار نحن نتعامل مع مكان سكيورت، فلازم دائما نتعامل معاه نفس الاساس. زين الحين خلنا ندور، خلنا ندور نشوف هي طير. خلنا ناخذ انا كونتراكت ولا اثنين ونخلص عقبها ميديوم. ما نبغى ميديوم، سمول هي 6 فلايت 4 ميديوم كلاس فلايت ريكويرنج ميديوم ستاند. وهكت عمري انا، وهكت عمري. سمول كونتراكت ميديوم كلاس فلايتس. اوكي الحلو ان فلوسنا زادت، المدخول زاد ما نقص. فشو بسوي؟ خلينا نصير اوبريشنز كونستراكشن ديبلوي اول. خلني بكل العمال، تعالوا عقل العمال مالكم. لا مش ممكن، سوري لا مش ممكن. أما ممر حشيش سوري شو هذا ممر حشيش؟ قال لي تاكسي وي نودز. زين الحين نسوي له ست بوش باك بوينت لورا ونمسك النود هذا رايت كليك هولدنج بوينت. زين الحين شو نسوي؟ نوصل اوبن ستاند. خلنا نقبل كوميرشال فلايتس لحظة. ايوه كونكت باجج بي، هذا الباجج بي سكيورتي كونكشن. خلاص هذا مفروض انه يشتغل الحين. الحين خلنا ناخذ معاه كونتراكت من الكونتراكتس الموجودات. سي ال ام 7 لايت، بناخذ 7 طيارات صغيرة و سوري. وهذا ميديوم خيب، 15 ميديوم. لا يا ابوي شكرا شكرا. ها بعد 7 لايت مو مشكله بسويهم حقك. 10 ميديوم يباهم كم؟ هذا يبى 2 تشيكن ديسك. خلنا نحول لكم بوردنج. 2 تشيكن مش 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 بوردنج، انا غلط بين تشيكن والبوردنج. يا حبيبي جايب العيد انا، ما باكلها عمال. انا ليش انا طالب ايرلاينز حصل هاي كلهم ليش؟ سؤال. تعال يا مابل 7 لايت كلاس. وين الاوفرت؟ انا اخذت ميديا شيء سؤال.
خدت ميديم، خدت ميديم 10 ميديم كروس فلايتس. تقدرون تتوقعون نقدر نسويها؟ completed within 4 days. خلنا نجرب. عندي 10. الله يستر كيف بدأ دخل 10 كلهم. يلا سويفتلي يبون هاي الميديم كلاس. حلو ليش ها الميديم ستاند راح فوق وانا اقول شو السالفة. حطي ميديم هذا يوم واحد راح ترى اكلهم ميديم. بنحطي صغار وياه. لحظة وين صار الميديم كونتراكت مالي؟ اه ما سويت لكم فيرم اظني. ايوة لحظة بلا شفر. ايوة مش وقتك مش وقتك. هذا بعيد اظني عنه. خلني هذا انبوكس ما ينفع. هذا اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 يخفي كل شيء. خلنا نبدا نسويه. اسفي هو اصلا وقت الحلقة يا وقت اصلا، فما بطول عليكم الحلقة اكثر. شو رايكم الحين بنينا هاي والحلقة الجاية كمل لكم شو السالفة ان شاء الله واقول لكم شو سويت في الميديم. ما اعرف شو سالفته معلق الحين، بس تكتبون برا على هو ما بضيع وقتكم. والى حلقة جديدة ان شاء الله.